هو انا موافق على 17/1 كي يمنحه ذلك فرصة المطالبة بانسحاب المقاومة بأسلحتها الثقيلة من جنوب الليطاني وبدء مسار نقاش مستقبل السلاح. يعني إذا بباله أنه هذا مسار ممكن يكون مفيد لإنه، بيعمل إشكالات داخلية بخلي المقاومة تعلق مع أطراف لبنانية داخلية، يصير التوتر السياسي حول مستقبل السلاح، حول الانسحاب من جنوب الليطاني، كل هول إذا مراهن أنه هول يعمل فيهم مشاكل. هلأ مناش إذا بيعملوا ولا لا، بس عم نقول إذا مراهن أنه يعمل فيهم مشاكل فشرط مهر الوصول إلى هذه المرحلة هو بصراحة مجموعة من الإجراءات كلفتها صرف النظر عن قرار الحرب لاحقا، أو إضعاف القدرة على خوض حرب، أو جعل التفكير بخوض حرب لاحقا بدون مقدمات كافية من زاوية الاستعلام والجهوزية. مزارع شبعة اللي مفيد أن نعلمه عنها أن مزارع شبعة هي الامتداد المباشر الأعلى لجبل الشيخ المطل على الأراضي اللبنانية والأراضي السورية، يعني على الجولان وعلى جنوب لبنان، وبالتالي ما في عمل عسكري على سوريا وما في عمل عسكري بلبنان من دون الدخول إلى البقاء بمزارع شبعة. وبالتالي فإذا نحن قدام معادلة صعبة شوي على الكيان، بده ينقي. إذا أراد الرهان على الاستثمار السياسي على الداخل اللبناني وليس على فكرة الحرب، بده يصرف النظر كليا عن فكرة الحرب، أو بده يتقبل أنه لم يعد في وضعية كالتي كان عليها بالنسبة للحرب عندما كان يخرق الأجواء، وعندما كان يتحرك في المياه، وعندما كان يحتفظ بمزارع شبعة. هاي معادلة. شو جهوزيته، يعني شو العده اللي قدامه اللي بتضمن له انه هالاشكاليات اللي عم بيراهن يخلقها للمقاومه ستربكها؟ انه المقاومه صعب تترك ماء جنوب الليطاني، انه المقاومه ستلقى عندها من يناقشها بالسلاح، انه هذا الاسرائيلي وقف طلعات جويه، هذا الاسرائيلي وقف اختراقات للبحر، هذا الاسرائيلي طلع من مزارع شبعه، فهذا يعزز ما بقى في ارض لبنانيه محتله، اذا لشو السلاح بده يبقى؟ إذا للدفاع عن لبنان هذا عندنا الالتزام بال17/1. خلينا نمشي معهم فشخة فشخة. لناخذ المقاومة بالأول، لأنه هون في سياق المقاومة وحساباتها رح نجاوب على الأول. المقاومة حساباتها، ماذا لو قال الإسرائيلي إنه أنا بقبل ال17/1؟ عظيم. شو بتكون كسبة المقاومة؟ بتكون كسبة أنها جاءت بمكاسب وطنية لبنانية عظمى ما كان أحد يحلم بالقدرة على تحقيقها وانتزاعها من هذا الوحش الكاسر لولا هذه المقاومة وتضحياتها وشهدائها. هدف يقول غير هيك؟ هدف يقول وقفة الانتهاكات للأجواء لولا المقاومة؟ هدف يقول وقفة الانتهاكات للمياه لولا المقاومة؟ هدف يقول عندها أنه انسحب من مزارع شبعة ومن الغجر ومن المؤاط والطعش لولا المقاومة؟ أبدا. طيب، هذا أول مكسب، وهذا مكسب وطني، مش بس أنه لتقول المناوئين انه لولا المقاومه لما تحققت هذه المكاسب، لا، هذا مكسب وطني لبناني كبير. شو راح يترتب عليه؟ اولا اذا كان المترتب الاول عليه هو الانسحاب الى جنوب الليطاني بالاسلحه الثقيله، فجواب المقاومه بسيط، المراهن انه لانه المقاومه ما طبلت وزمرت لل 17/1 انه يزعجها هذا او تخشاه او تخاف منه، غلطان. غلطان. المقاومه شو بيزعجها هذا؟ شبابها سيبقون في قراهم، أسلحتهم الفردية والمتوسطة الضرورية للحرب البرية ستكون معهم، كما أسوة بالمستوطنين المسلحين. يعني ما حدا في يقول جرد المستوطنين من السلاح، فيك تقول أنه أسلحة ثقيلة ومتوسطة مع الجيش ماشي. الآن إلغاء مظاهر مسلحة لبين ما ينفذ الإسرائيلي موجبات وقف الانتهاكات ماشي، لكن بعد وقف الانتهاكات يستحق إخراج السلاح الثقيل؟ أي شو المشكلة؟ أنا رح أقول للي مراهنين إنه المقاومة هذا بتعتبره تنازل وهذا انكسار، غلطانين من يوم قبلت بال 17/1 وهي جاهزة لهذا. إذا كان ثمن استرجاع مزارع شبعة والغجر وال 13 نقطة التي يحتلها العدو ووقف الانتهاكات للأجواء بما يضمن أمن لبنان وسوريا معا ووقف الانتهاك للمياه الإقليمية اللبنانية، هو أن تخرج المقاومة أسلحتها الثقيلة
من جنوب الليطاني الى شمال الليطاني بكره المقاومه جاهزه. ليه؟ لانه شو بتفيد الاسلحه الثقيله جنوب الليطاني؟ بفيد جنوب الليطاني جهوزيه بريه. يعني اذا العدو بده يعمل مناوشات حربيه على الخط الامامي بقوات بريه تكون جاهزه، اذا بده يفكر باجتياح بتقدم تكون جاهزه. وين بدها الاسلحه الثقيله؟ يعني حتى الكورنت اذا صنفوه سلاح ثقيل، الكورنت من اللي عند المقاومه قادر يتعامل ويتفاعل مع الاليات الاسرائيليه ومع الاهداف الاسرائيليه من وراء الليطاني. نحن بنميل من القطاع الشرقي وصولا الى الريحان، يعني بعمق 7 8 كيلومتر بعد الليطاني، اي نقطه بتحط فيها الكورنت مطل، مش بس انه بيقدر يطال في مرتفعات، يعني جبل الريحان وجبل صافي وهذا بين الخردلي وبين الحدود 5 كيلومتر، فعندك مدى 7 كيلو، اي نقطه بتختارها وبتحط فيها مرابط كورنر خارج الليطاني تطال كل حركه اي اليات في المنطقه المقابله. شو بدك بالليطاني؟ اما الصواريخ الاخرى فحدث ولا حرج، يعني كاتيوشا عم يوصل على 30 وال 40 كيلو متر، شو بدي بالليطاني؟ اما الفادي واحد وفادي اثنين فهذا 100 و150 كيلو متر، شو بده بالليطاني؟ فإذا ترى المقاومة بالجواب على ماذا لو قبل، ماذا لو قبل الإسرائيلي بال 17/01 ستصفق المقاومة. كويس؟ طيب من شان جنوب الليطاني. هلا بيجي بيقول لك لا، فيما بعد سحبتوا من جنوب الليطاني بالسلاح الثقيل، لكن بدأ النقاش حول السلاح. هذه الأرض تحررت وخطر العدوان تراجع، فلماذا السلاح؟ الأرض تحررت إيه؟ اما خطر العدوان تراجع فلا تؤاخذونا، مع هذا العدو ما فيش اسمه خطر عدوان تراجع. هون النقاش على استراتيجيه للدفاع الوطني هو المطروح، وهو مطروح منذ الألفين على فكره، مش هلا مطروح. ليش بيهربوا منه الاطراف اللبنانيه الاخرى؟ راح اقول لكم ليش. لانه الاستراتيجيه الوطنيه للدفاع شو بتستدعي؟ اللي بده يقول انه لبنان مش بدائرة الخطر، لبنان مش في أطماع إسرائيلية، لبنان مش أمام مشروع توسعي، لبنان مش أمام وحش لا يؤتمن، الحجج يعني تبدأ الأسباب الموجبة للرد عليه إلى أول ما إلى آخر. هذا مشهد غزة، يعني وين الأمم المتحدة؟ وين المجتمع الدولي؟ وين الأمريكان؟ وين الرهان؟ وين العرب؟ وين المسلمين؟ أنت حدود حمايتك هي حدود أمتك. يرتكب في غزة أكثر من لبنان لأنه يقيم حسابا لقوة لبنان أكثر من قدرة غزة، الله يكون بعونها، لأنه محاصرة ورقعها الآن. منسوب الوحشية الإسرائيلية والجريمة الإسرائيلية ما له علاقة بمنسوب الموقف الدولي أبدا، له علاقة منسوب قوتك. الموقف الدولي صفر صفر العادي، الموقف العربي والإسلامي صفرين. فشو بيعمل حساب؟ مين بيسترجي اليوم بلبنان يقول انه والله ايه فينا ننام ببيوتنا امنين، وهذا الجيش الاسرائيلي ما بيعمل شيء؟ ما شايفينه شو بيعمل؟ مين بلمه؟ مين بيرده؟ القوه عظيم. ما بدكم قوه في المقاومه، بدكم الجيش، ونحن معكم بدنا الجيش. ما نحن لجأنا لنحمل سلاح كمقاومه لانه ما في جيش يحمينا. ما هذا الجنوب بعض النواب المهابيل يعني اللي بيقول 49 69 كنا بألف نعمة وخير، أنت كنت بألف نعمة وخير لأنك قاعد بجبل لبنان مش قاعد بالجنوب. الجنوب كان تحت الذل والهوان الإسرائيلي. الجنوب دخل مرحلة الأمان بعد الألفين لأن هناك قوة تحميه. ما بدكم سلاح المقاومة، تعالوا نحط خطة ليكون عندنا جيش قوي قادر مثل أسوة بأي دولة بتحترم حالها، يحمي البلد إذا تعرض للعدوان ويقيم الإسرائيلي حسابا لقوته. هذا عم نطلب فيه سلاح لحزب الله؟ هذا عم نلكم السلاح حاضرين شرفوا؟ قد ايه بدكم خطة لتبنوا الجيش؟ حتى تكتمل هذه الخطة هي المقاومة موجودة تقوم بالحماية. هذا إذا عم نحكي عن حماية لبنان أنها هي الهدف مش الكيد والنكاية. إذا الهدف حماية لبنان يلا نعمل قوة قادرة على الحماية، ومنقول للمقاومة شرفي هالسلاحات اللي عندك أعطيهم للجيش، أو هالشباب اللي بيحبوا يكونوا بالجيش يشرفوا، أو تعوا لنعمل صيغة مثل الحشد الشعبي بقلب القوات المسلحة العراقية، كله بصير قابل للأخذ والرد. لكن شرطه الأول
خطة لبناء جيش قوي. منين بتكون تجيبوا سلاح دفاع جوي؟ لأنه نقطة التفوق الوحيدة بزمن المقاومة، طالما نحن بدنا نحافظ على المقاومة لنكمل بناء الجيش، بنبلش بالجيش مش باللي عند المقاومة، باللي ما عند المقاومة، مش هيك؟ ما احنا نكون سلاح جو وسلاح مدرعات وهذا، شو بدنا فيه هون؟ بكفينا دفاع جوي، صواريخ دفاع جوي. أمريكا بتعطينا، ما عندنا مانع تحط لنا 4 5 بطاريات باتريوت وتقبل نستخدمها ضد الطيران الإسرائيلي، ما عندنا مشكلة. وردي بالعقل يعني، روح اطلبوا منهم إذا وردي بالعقل. الفرنسيين، الإنجليز، الألمان، مين بدكم؟ برموا المجتمع الغربي الدولي بلد بلد. إذا حابب يعطينا وأمريكا ما بتكسر له دين، نحن موافقين. طيب ما حابب يعطينا واللي بده يسترجي أمريكا بتكسر له دين. طيب شرفوا لنروح نحن وياكم على المصادر الأخرى. مين عندنا مصادر أخرى؟ معروف مين بيصنع أسلحة دفاع جوي. عندنا روسيا الأس 300 والأس 400، وعندنا إيران، مش هيك؟ روسيا يمكن توافق، وبالنسبة لها طالما هي حاطة بسوريا يعني شبكات دفاع جوي وعارضة على العراق إن تبيعه مثلها، فيمكن يتناسبها إنه توسع شبكتها على لبنان وأقل كلفة، يعني بتربح هي الفرق، بس بتبيعنا إياها بسعره، لكن كلفتها عليها أقل، لأنه عم تحكي مع شبكة اس 300 واس 400 مجاورة. تسترجوا تجيبوا من روسيا وأمريكا، شايفين شو عملت بتركيا كرمال الاس 400، مش هيك؟ عقوبات وإلى آخره وكذا. تسترجوا تركيا عضو بالناتو، نحن مش عضو بالناتو، مصر لأنها مش بالناتو جابت، ما قدرت تعمل. السعودية جابت لأنه ما منا بالناتو. طيب نحن مش بالناتو، شو رأيكم نطلب؟ طيب هذا على عاتقكم أنتم اللي ما بدكم سلاح مقاومة، أنه أنتم ترفعوا الصوت وتقولوا إذا أنتم صادقين، يعني أنتم زعجكم سلاح المقاومة لأنه خارج مؤسسة الجيش، وتريدون للجيش أن يكون حاميا، مش تريدون فتح البلد أمام الإسرائيلي. طيب فإذا الإسرائيلي هنا عندما يريد أن يفكر في أنه يحرج المقاومة في سلاحها، هو يعلم بأنه لا يحرجها بل يحرج نفسه والأمريكي بتسليح الجيش وحلفائه في لبنان. وبتصير على الطاولة مش مطروح متى سننزع سلاح حزب الله، بصير متى سوف يدخل الدفاع الجوي إلى لبنان. روسيا اعتذرت في إيران، لعند إيران أثبت فاعليته بعدة مرات أمام الإسرائيلي وأمام الأمريكي، وبدون الأس 300 وأس 400. لما أسقطت طائرة التجسس الأمريكية العملاقة فوق مضيق هرمز وقال لنا ترامب ما بدنا نعمل رد، كان صاروخ إيراني وشبكة إيرانية. وهلأ على كرحال في المنازلة الأخيرة أنه أكيد الأس 300 كان مفيدا، ويمكن الأس 400 صار موجود ومفيد، لكن أيضا الدفاعات الإيرانية لعبت دورا كبيرا، وفي صواريخ إيرانية ممتازة ومتطورة ومعروض على لبنان يأخذها بأقل الأسعار وبالدفع الميسر فإذا المعضلة المقاومة عندها أجوبة عليها، وليست الكرة في ملعبها. فالمقاومة مرتاحة إذا، ماذا لو قبل الإسرائيلي بال 17-01؟ جواب المقاومة يا هلا ورحب، ما عندنا مشكلة ولا بند من البنود. الإسرائيلي يعلم هذا إذا، أن رهاناته على تصدير المشكلة للمقاومة، سواء في جعلها تتلعثم في الانسحاب من جنوب الليطاني إذا لا نفذ وسلم بالطلبات، وأنه تتلعثم بمستقبل النقاش حول سلاح المقاومة، راح يبين عنده أنه بقول أمرين، أي تفكير عاقل المقاومة مرتاحة مش مزعوجة أبدا. هلأ إذا المقاومة مش مزعوجة بصير بيقبل بال 17-01 إذا وصل إلى مكان أن عليه أن يقتنع بأن زمن الحرب انتهى، أنه ما بقى في يعمل حرب على لبنان، وأنه بده يأمن الجبهة اللبنانية ما تعمل هي حرب. في هذه الحالة القبول بال 17-01 هو هزيمة كبرى. طيب هل هو مضغوط ليعمل هالشيء، يعني مضطر يعمله الآن؟ في عنده مهرب تاني؟ لأنه لبنان ما رح يقبل إلا بال 17-01. عنده مهرب تاني شو هو؟ أنه يروح على غزة ويعمل اتفاق مع غزة، وبموجبه يوقف إطلاق النار على جبهة لبنان وما يصير في أي اتفاق،
يعني نبقى عم نتفاوض على 1701، لا هو يسلم وبالتالي ينسحب، ولا يصير مطلوب من المقاومة أن تسحب من جنوب الليطاني، مش هيك؟ فإذا هاي السيناريوهات. هلا نجي إلى، هو طالب كان إنه إنه تحت العين بند بال 1701 اللي هو عدم وصول السلاح للمقاومة، عظيم. هذا عدم وصول السلاح لأنه هذا بند من البنود بال 1701 مش للمقاومة، عدم دخول أي سلاح لغير الجيش اللبناني، وإنه بده يراقب الآلية اللي بتضمن بانه ما بيفوت سلاح، ولهالسبب الامريكان والالمان والانجليز هاي توسعه اللجنه المشرفه، وبيفوت شوي وبيسحب، مره بيقول شرط رئيسي ومره بيبطل عنه اللي هو الحدود اللبنانيه السوريه وتدويلها، لانه بيعرف انه هذا امر ما في لبناني يوافق عليه بدون سوريا، لانه هذه يعني حدود مشتركه لدولتين. بكل الاحوال موضوع دخول السلاح، انه الرقابه على دخول السلاح، التحقق من صدقية أن السلاح لا يدخل، ولبنان يريد التحقق من أن الأجواء لا تنتهي، هو بده وقت ليتأكد ونحن بدنا وقت لنتأكد. فتعالوا نحط آليتين، شو آليتنا نحن حتى نتأكد من أنه أوقف الانتهاكات؟ أنه ما ننسحب من جنوب الليطاني، شيء. فإذا المقاومة أوراقها جاهزة لكل الاحتمالات وفي كل الحالات.